مصر بلد ساحرة جدا، وأجمل ما فيها أو من أجمل ما فيها القاهرة بالليل. القاهرة بالليل يعني الأناقة، يعني الستارز في السماء، يعني سهر لحد تاني يوم الصبح. وما فيش حاجة أجمل من إحنا نحضر جالا دينر على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته 34، ونلاقي ملكة الأناقة النجمة الجميلة رجاء الجداوي منورة كاميرا المسرح. ميرسي قوي قوي، كل سنة طيبين وكل مهرجان انت طيبه وحضرتك طيبه. من السنه للتانيه بتحرصي على التواجد بشكل او باخر في مهرجان القاهره، وفي علاقه وطيده. ده حقيقي، بس للاسف السنه دي ما حضرتش الافتتاح لان كنت في قطر، وجيت في نفس يوم الافتتاح بس جيت بعد الساعه 6، فكان في استحاله. ولكن شفت يعني اتفرجت على الريد كاربت في التلفزيون، اتفرجت على نجومنا وهم داخلين، وسمعت الكلمات الجميله اللي اتقالت. استمتعت بوجود ريتشارد جير. طبعا يجنن جانيت بينوش. المهرجان جميل وشكله كان منظم قوي قوي قوي، منظم جدا. والحقيقه ندمت ان انا ما قدرتش الاقي تذكره قبلها بيوم واحده للمهرجان.